هاد اللعبة المسرحية اللي عملوته جمعية مسرح أصدقاء الفنون، جمعنا عندنا واحد الشباب واحد الطاقات حاول أننا نديرو بهم هاد العمل كما شفتي، وإن شاء الله يعني كان استحسنوا الجمهور الى لاحظتي ما كانش تشويش او لا مثلا احتكاك او شي حاجه، كان السكوت ديال الجمهور والحمد لله يعني داز ديك الشيء مزيان في حله، وحتى الشباب يعني بينوا على طاقات على مواهب، ورغم ان اول عرض عندهم اول عمل مسرحي عندهم والعرض الاولاني ما كانش ديك الارتباك، ما كانش مثلا ديك الخوف او شي حاجه الحمد لله. يعني هذا فيما يخص إدارات الممثل، أما بالنسبة للجوانب الإخراجية متعلقة يعني بالخشبة ديال المسرح، سواء من حيث الإنارة السينوغرافيا يعني الملابس، يعني شنو الجوانب يعني اللي شفتي أنت الإكراهات اللي وجدوا في العرض يعني في عدد هذا العرض هذا؟ كما كتشوف القاعة ما فيها شي إنارة جيدة، يعني ما ساعدتناش، وحاولنا أننا نخدموا بالشيء اللي عندنا. بالنسبه للديكور يعني حنا درنا واحد الديكور بسيط، واحد الدوامه في الوسط، يعني كل شيء كيدور ديك الدوامه اللي هي في الوسط، هذا ديال الديكور. والشباب كاملين خليناهم فوق لاسين، يعني كاملين حنا في واحد الدوامه، ديك الدوامه حنا في وسط منا عايشين، نشوفوا واش غنعبروا او لا غنبقاو هنا فيها. دنيا تمظهرات الحالات الاجتماعيه اللي فئات من المجتمع تعاني معاناه، يعني سواء من ناحية الشغل أو في التعليم أو في الحياة الاجتماعية، يعني هي لما تقول لي بيوغرافية ديال الشخصيات، يعني محاولة ديال صبر الأخوار ديالها والنفسيات ديالها والحالات ديالها. نعم، يعني كان واحد وكل واحد، يعني كل ممثل كان عنده مهم، كان عنده دور في المجتمع بالسلبيات ديالو بالايجابيات ديالو بالمعاناه ديالو. درنا بزاف ديال المعاناه ديال هاد الشخصيات كانوا عندنا. إذن من خلال المعاناه هو التعبيرات، يعني التعبيرات المسرحيه انتم اللي حاولتوا تركزوا عليها من خلال ابراز هاد الحالات النفسيه ديال الشخصيات والحالات الاجتماعيه ديالهم. المعاناه ديالهم يعني باش بالتعبيرات الجسديه اللي حاولتوا تخدموا عليها في النص المسرحي. يعني كانت عادي، يعني ماشي شي حاجه، حنا حاولنا اننا نديروا شي يعني شي حاجه على حسب الشخصيات اللي عندنا. مثلا الشخصيه ديال الشمكار كيفاش انه يخدم، ان بنت كتخدم شمكار والظروف ديالها هي اللي جعلتها اننا تخرج تشفر وتشمكر، لان ديك الظروف ولا الحالات اللي بينتهم هي يعني الظروف ديالها في الدار، ان باها وامها مثلا جراو عليها، تفارقوا مع بعضياتهم، كل واحد تزوج. من خلال المؤثرات الصوتيه يعني والموسيقى يعني اللي وظفتوها، لاحظنا بان وظفتوا الموسيقى يعني ديال المناسبات بحال الاعراس بحال شي الموسيقى اللي وظفتوها. وظفنا موسيقى ديال، كان عندنا موسيقى ديال التقديم في الاول ودرناها في الاخر، حنا تعمدنا اننا نديروا واحد التقديم في الاول وتقديم في الاخير، يعني كان هذه موسيقى، وما كانش عندنا موسيقى الاعراس ولا شي حاجه، ولكن الموسيقى اللي كتتماشى مع العرض وكتخدم العرض، وحاولنا اننا نديروا موسيقى حيه الى لاحظتي. نعم، هذا العرض يعتبر هو عرض تجريبي، اذا غادي يولوا عروض اخرى. شنو هي العروض المقترحه بالنسبه لجمعيه اصدقاء فنون المسرح؟ ان شاء الله عندنا عروض مقترحه، اول عرض عندنا ان شاء الله كنقولوا في القصر الكبير، وكنشوفوا اننا ان شاء الله نمشيو لطنجه، عرض ثاني في طنجه، وعرض في تيفلتي لكتابتي ان شاء الله. شكرا.